بوشكارا والأساطير. برشا أساطير حكاوا خرفت بوشكارا، وما لقينا حتى حد يقولنا على شكله وشكونه هو، ولا كيفاش تصويرته، ولا متأكدين منه ونعرفوه اللي هو يخطف الصغار ويحطهم في شكارة ويهزهم من ورانا ويهزهم لبلاصة الله أعلم فين. أول ما يخوفونا بيقولونا يجنون القائلة أرقدوا ولا يجيكم بشكارة يهزكم. وين يهزنا الله أعلم. وقتها كل واحد فينا يتخيل بطريقته كيفاش يكون سي بشكارة. امشي يا زمان ويجا يا زمان. كبرنا ودخلنا للمكتب، صلوا حياة بشكارة تطورت، ما عادش أرقد ويجيك بوشكارة، توا رد بالك تكركر في الثنية وانت مروح من المكتب، راهو باش يهزك بوشكارة. فما شكون من الوالدين يوري لولده بوشكارة، يبدا راجل كبير هز الساك ولا واحد متعدي وغريب يقولوا له بوشكارة، باش يزيدوا يأكدوا وجود بوشكارة، مالا سي بوشكارة يحكم بحكامه سيدي. بمجرد أنهم يذكروا اسمه الناس الكل تلبد وتخاف. سي بوشكارة اللي يحكيوا لنا عليه جدودنا مش موجود كان في تونس، موجود في الجزائر زيدا. النجم نقولوا له في الاسطوره هذه انتشرت فرد وقت في نفس البلدان الزوز. نجيو توا لبنان، في لبنان يا جماعه كان موجود بوشكارة زاده وكانوا يقولوا له بوكيس. في اسبانيا كان موجود بوشكارة، كانوا يسميوه اللومبري ديل ساكو، يوصفوه على اساس راجل ساكو هو الساك واللومبري هو الرجل. ايوه يوصفوه على اساس راجل عزوز منظره خايب، له طويل وله قصير، يلم الصغار اللي يعملوا حاجات خايبة ويحطهم في شكارة وبعد يأكلهم. في البرازيل طلع شنو اسمه هاي بالبرازيليان تراه حقيقة ذي خارج عن نطاق التغطية. في البرازيل يا جماعة اسمه لومو دو ساكو. رجل نفس اللغة اللاتينية. رجل متشرد، والولاد اللي ما يسمعوش كلام والديهم يهزهم في شكارة اللي عنده وبعد شي يعمل لهم يبيعهم. يبيعهم واحد ياكلهم لاخر يبيعهم. هذا في البرازيل كل بلاد ورطالها. يا سيدي نجيو توا للشيلي والارجنتين. ارجنتين ارجنتينا. في الشيلي والارجنتين خاصة في المناطق الجنوبية يسميوه الفيديو ديل ساكو، يعني ما عادش لهنا بوشكارة، اسمه توا عزوز الساك. يعني وقت الفطور والعشاء يبدا يحوس من حومة لحومة، واللي يلقاه فهمتني يدور في الحومة فك القائلة يهزه في الساك ويتعشى به. يا سيدك توا الهندوراس والمكسيك، مكسيكا الصغار يخافوا منه ويسميوه الروب تشيز شيكوز. روب التشيكوز بالاكسون. لهنا يقولوا له لهنا يسميوه يترجموها يقولوا خطاف الصغار ويوصفوه كيما متاع اسبانيا ارمانيا وجورجيا يسميوه الباج مان، الرجل اللي يخطف الصغار اللي ما يسمعوش كلام والديهم. في تركيا يسميوه بو كو. في بولندا نلقاه عنده بارشة أسامي، منها يا سيدي شدوا عندكم بيبوك بوبوك بابوك، هذوما ثلاثة أسامي والعديد كل شيرة كيفاه، لكن اخترنا لكم لكن اخترنا لكم المتداولين في بولندا ثلاثة أسامي نعاود نسميهمكم بيبوك البوبوك البابوك. وكيف نفس الوصف متاع الاخرين اللي يلقاه كذا يهزوا من الشارع وياكلوا ولا يبيعوا ولا يتصرف. في روسيا واوكرانيا وبيلاروسيا يسميوه بوكا باباي باي بايكا. نجيو توا لبلغاريا، الخدامة متاع بابا نويل اسمهم زوارت بيرت، بعد ما يفرغوا الشكاير متاع الكادوات يهزوا فيهم الصغار اللي ما يسمعوش كلام والديهم، والاسطوره تقول الاولاد اللي تهزوا بعد يوليو هما زوارد بيرت. في سويسرا يسميوه تشي ميتزلي، في فرنسا يسميوه بيير فوليتارد. في الفولكلور متاع الدول الموجوده في جبل الالب يا جماعه اسمه كومبيوس، منظره مرعب، مرة يقولوا عنده شكارة ومرة يقولوا عنده قصعة، مهما اللي كان عنده يحط في وسط الصغار ويهزوا لبلاصة بعيدة برشا. في الهند يسميوه بوري بابا، نعود نسميكم في الهند يقولوا له بوري بابا. في الفيتنام الولاد اللي ما يسمعوش كلام والديهم يجيهم الأونغ بابي، والسيد هذا ما عندوش شكارة بركة، عنده ثلاثة شكاير. في سريلانكا يخوفوهم بعزايز واسمهم جومي بيلا، وهذه كانت هاتش عندك وإن شاء الله تجيكم باللي فرحكم واللي سركم. شكون أكثر حاجة كانوا يخوفوك بها وانت صغير أمير؟ أم صبيان. صحيح. أحمد شكون يقولوا لك أم صبيان؟
فما مسعودة اي مسعودة صحيت اما لأ كانوا ولا الغول هي شوف وانت صغيرة وانت صغيرة ام الصبيان تكبر شوية ولي بوشكارة صحيت حسب العمر خاطر تصل 5 سنين ما عادش تخوفك ام الصبيان صحيح ولي تا ليه وهي ديجا ام الصبيان ما يقول لك للصغار للصغار تكبر شوية ما عادش تخوفك ما عادش تدعيك الحكاية طلعوا شاف الدوز تولي بوشكارة في القايلة يتعدى رد بينا في القايلة أنا عجبتني متاع البابا نويل يعتقدوا اللي في بلغاريا يعتقدوا اللي يجي يعطي الكادوات للصغار يعطي الكادوات للصغار الباهين بعد كي تفرغ الشكارة يختار الصغار الخايبين دور عقلة ويلمهم ويلمهم ويرجعش فرغك ليه وشوف ويدور زمان ويرفع بوشكارة وكل يلمهم وكل يتلمهم يوليه وهما اسمهم زوارد بير شو كيفاش نشبع على شيء نشبع عليك نشبع على شيء نشبع عليك يلا سيدي يعطيك صحة حافظة هذه كانت هيتش عندك هيتش عندك هيتش عندك